الحقيقة أنا تعبت، حتى السمك اللي قلت نزود أكله بدل اللحمة والفراخ هو كمان بيغلى. ما تقعدش بقى تقولي مشروعات قومية وتنمية، اللي يخلي السمك يغلى أنا مش فاهمة. عندك حق، خليني بس أفهمك علشان تعرفي ليه السمك بيغلى وإمتى تحس بنتيجة المشروع اللي أنا شغال فيه. المصريين بيأكلوا سنويا 1,950,000 طن سمك، بننتج منهم في مصر 1,650,000 طن بس، يعني عندنا نقص 300,000 طن كل سنة، وده اللي بيسبب ارتفاع الأسعار وبنضطر نستورده من الخارج. طب والحل ايه؟ نجيبهم منين دول؟ هنا بقى أحكيلك على المشروع الضخم للاستزراع السمكي شرق قناة السويس. المشروع ده بيضم 4,000 حوض استزراع سمكي وبيوفر 10,000 فرصة عمل في كل المجالات، والحمد لله انتهينا من المرحلة الأولى اللي فيها 1,029 حوض، وإن شاء الله بعد اكتمال المرحلتين التانية والتالتة خلال سنة هيبقى إجمالي الإنتاج 160 مليون زريعة دنيس وقاروش ولوط و500 مليون يرقة جمبري سنويا، بالإضافة ل160 مليون إصبعية دنيس وقاروش ولوط و300 مليون يرقة جمبري. ده غير ان المشروع بيضم مشروعات ملحقة متعددة زي الوحدة البيطرية اللي فيها مجموعة حديثة من المعامل والتحاليل والابحاث، وكمان نظم مراقبة الكترونية لكافة الانشطة ليل نهار، وبيضم المشروع مركز لتدريب العمالة على اعلى مستوى من الجودة. ده غير مصنع الاعلاف اللي بتوصل طاقته الانتاجية ل 150,000 طن سنويا، وكمان مخازن رئيسية وفرعية للأعلاف والمعدات. ومن بين أهم المشروعات الملحقة مصنع الفرز والتغليف للأسماك، وعلشان راحة العاملين تم إنشاء منطقة إدارية وسكنية بخدماتها المختلفة والمتكاملة. المشروع كمان بيضم 8 محطات مولدات ل 18 محطة ري على الترع الفرعية، وبتشمل كل محطة 8 طلمبات رفع مياه ومصنع مواسير لمد المشروع بالخامات اللازمة. يعني إحنا بعد سنة مش هنستورد سمك تاني؟ آه والله دي حاجة تفرح. عقبال كل حاجة يا رب، قول أمين. أمين. يلا يا أخويا نرجع على بلدنا، من إمتى حد فكرنا في مشروعات ولا يحزنون؟ أنا قلتلك الكلام ده وإنت ما صدقتنيش وجايبنا على ملا وشنا. يلا بينا. استنوا بس، رايحين فين؟ أنتوا من حقكم تقولوا الكلام ده لأنكم ما تعرفوش. لو عرفتوا المحافظات بيحصل فيها ايه وبالارقام نظرتكم دي هتتغير، وهتعرفوا ان مصر بتتغير واللي بيحصل مش قليل. بصوا معايا على الوادي الجديد، بقى بيتبني فيه مجتمعات زراعية وصناعية متكاملة، وبيتخلق فيه دلتا جديدة باستثمارات تكلفتها 1.25 مليار جنيه، وكلها هتخلص السنة دي وهتوفر 44,000 فرصة عمل للمصريين. مشروع طشكة الجديدة اللي على مساحة 3,000 فدان، المرحلة الأولى منها فيها 105 فدان هتخدم 80,000 مواطن وهتوفر أكتر من 40,000 فرصة عمل. محافظة مطروح اللي بيتم فيها مشروع مدينة العالمين الجديدة اللي هيضم مشروعات سياحية وصناعية وتجارية وزراعية ضخمة على مساحة 85,000 فدان وبتكلفة استثمارات 4 مليار دولار، وهيوفر أكتر من 280,000 فرصة عمل. كل ده غير مشروعات الاستزراع السمك العملاقة في محافظة كفر الشيخ، ومشروع مدينة الأساس العالمية في دمياط، ومشروع التنمية الضخمة في محافظات قناة السويس، وانطلاق خطة الاستثمار وتنمية محافظات الصعيد. وكل المشروعات دي هتنتهي في 2017-2018. هي دي الأرقام وهو ده المستقبل.